مشاهدينا، من الإجراءات التجميلية اللي ما طرقنا الحديث عنها خلال الحلقات الماضية من برنامج عوافي هي إجراء تصغير الثدي. هذا الإجراء الجراحي اللي لما نتحدث عنه ونتحدث عن الفوائد المرجوة منه وما هي النتيجة المتوقعة، نتحدث مع الفنان المبدع دكتورنا ضياء حجازي، اختصاصي جراحة التجميل والترميم. يعطيك ألف عافية دكتور. أهلين ضياء. أهلين أياد، كيف حالك؟ الله يعافيك يا دكتور. اليوم عمليتنا هي تصغير للثدي، متى يتم اللجوء لعملية تصغير الثدي؟ إحنا هالأيام عادة ما نسمع عن تكبير الثدي بواسطة غرسات السيليكون والماء والملح، لكن تصغير الثدي تصغير الثدي، بعض الستات بيكون في عندهم حجم الثدي أكبر من الطبيعي، ممكن يكون كبير لدرجة أنه يسبب آلام في العنق في الرقبة، بالإضافة كمان مرات بيكون حجم الثدي كبير لدرجة أنه ممكن يسبب إحراج اجتماعي للست، ممكن ما يكون متناسق مع الجسم، صحيح. ففي الحالات هاي نلجأ لعملية تصغير الثدي. طبعا موضوع أنه كبر حجم الصدر، حتى عند الإغريق ذكروه انه كان في بعض الستات عندهم حجم صدر كثير كبير ما كان يسبب لهم مشاكل. بالاضافه حتى حجم الثدي الكبير ممكن بعض المراهقات يصير عندهم شيء اسمه جوفينايل جايجانتوماسيا، يعني تضخم الثدي عند المراهقات، يعني هذا موجود والاهل ما بيكونوا عارفين فيه وفكروا انه شغله طبيعيه، بينما هي شغله تقريبا مرضيه. نعم. يعني بيكون حجمه كبير لدرجه انه بسبب للبنت مشاكل. وحتى بمنعهم انهم تمارس الرياضه والام دكتور في الكتفين، عدم مؤاخذه، عدم وجود حتى حملات صدر ملائمه للثدي. صحيح 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 دكتور. عمليه تصغير الثدي ما لها وما عليها، ما قبل هذا الاجراء شو تسوي؟ شو هي الفحوصات اللازمة للمريضة؟ طبعاً شوفي، هلأ عملية تصغير الثدي كعملية هي بلشت بالعمليات تصغير الأورام، عفواً إزالة الأورام من الثدي. أول هي أول بدايات عملية تصغير الثدي كانت للأورام، كانت لأغراض صحية. أيوة. بعدين تطورت قبل تقريبا 100 سنة، تم إجراء أول عملية تصغير ثدي لحالات غاية تجميلية. في سنة 1921، ومن وقتها طبعا بتطور الموضوع. هلا بشكل عام الست اللي بتيجي لعملية إجراء الثدي، أهم شيء إنه نتأكد إنه ما في، إحنا عم نحكي عن عملية تصغير الثدي التجميلي، إنه ما في عند الست أي شكاوى بالنسبة إنه وجود كتلة في الصدر. أو أي شيء غير طبيعي بالصدر. الصدر يكون سليم أو الثدي يكون سليم. وحتى بعد عمر معين نطلب إنه من المرضى يكون يسووا ماموغرام أو تصوير أشعة للثدي للتأكد إنه ما في شيء بالصدر، لأنه حتى لقوا إنه بثلاثة بالألف من حالات تجميل الصدر أو تصغير الصدر ممكن يصدفوا كتلة غير طبيعية. تكون غير مكتشفة سابقاً. غير مكتشفة. دكتور، هذا الإجراء نفسه اللي يتم حتى قبل عمليات تكبير الثدي؟ هو ما شوفي، هذا الفحص أصلاً هو بندرج تحت الفحص المبكر لسرطان الثدي لكل الستات، فإحنا طبعاً أكيد بنشجع الستات يسووا هذا الفحص، ولما يجونا بنسويه، يعني لازم نسويه، نحن ما بنسوي العملية إلا يجروا حسب عمر معين أو حسب وجود شكاوى من وجود كتلة أو غيره. دكتور، تصغير الثدي يشمل الجلد والأنسجة ودهون الثدي والحلمات وكل شيء في الثدي ولا أجزاء معينة؟ هو عملية تصغير الثدي في الغالب يتم إزالة فيها الجلد والأنسجة الضامة، بالإضافة يتم إزالة جزء من الغدة الحليبية المتضخمة. طيب. فهو بيشمل كل شيء، وبالإضافة غالباً ما بيكون هدول الستات عندهم الحلمة في موقع مثلاً أوطى من الطبيعي، فبتغيروا موقعها، بترفعوا، بنرجعها إلى موقعها الطبيعي. نعم. كيف بتكون خياطة دكتور؟ هاي أكثر شيء ممكن يثير مخاوف النساء، يقول لك أنا ممكن أتخلص من ضخامة هذا الثدي لكن في المقابل أعاني من مشكلة أبدية اللي هي الندبة. الندبة تستمر؟ الندبة تعتمد على خيط الجراح مثل ما نسمع دائماً؟ طبعاً في دور كبير للتقنية الجراحية المستعملة ومهارة الجراح، بالإضافة في كمان عامل المريض نفسه. بعض الستات يعني جلدهم بيكون له قابلية يندب أكثر من غيره، بس بشكل عام إحنا بنحاول دائما نخفي
في جراحة التجميل الجروح. بالنهاية هي تجميلية دكتور. هي بالنهاية تجميلية طبعا. لكن قد تضطرون إلى إجراء مثلا خياطة على مساحة واسعة من الثدي لعمليات تصغير الثدي، صحيح؟ صحيح، بس هلأ بشكل عام هيك تطورت تقنيات إجراء عملية تصغير الثدي بحيث أنه الجروح تكون غير واضحة. نعم. ولحسن الحظ في مناطق في الصدر، في الصدر الندب بتكون فيها خفيفة جدا، من أفضل المناطق في الجسم. يعتمد على مرونة الجلد دكتور؟ مرونة الجلد، طبيعة الجلد، منطقة العملية، التقنية المستعملة، في كثير عوامل. أنا مع فكرة الالتزام بالكريمات اللي ممكن تكون لإخفاء الندب طبعاً، والخيوط الجراحية بعد إجراء العملية طبعاً. طبعاً هذا طبعاً. يعتمد أيضاً على المريضة ووعيها دكتور والتزامها حتى تحصل على النتيجة المرجوة النهائية، فهي شريكة الطبيب في النتيجة طبعاً. يعني هي عملية التجميل ما بتنتهي، كنتيجة ما بتنتهي بس عند العملية دكتور. ممكن متابعة. إذا كان الثدي مترهل كثيراً وعملت له تصغير تلجأ إلى زرعة سيليكون؟ هلأ في بعض العمليات نضطر نسوي عملية هي شد الثدي. نعم. عملية شد الثدي نعم إذا مع كان التصغير حسب رأي الست. على بعض الستات بحبوا يكون في حجم بمنطقة الصدر. نعم. فبنلجأ لعملية وضع حشوة من السيليكون لإعطاء الحجم المناسب للست. شو الأفضل دكتور في هذه الحالة، زرعة سيليكون ولا إعادة حقن للدهون؟ يعني هو بيعتمد طبعا، زرعة السيليكون بيعطيك نتيجة ثابتة. نعم. بينما حقن الدهون، تعرف الدهون مادة حية، يعني في جزء منها بيدوب، فما بنقدر نعطي نتيجة ثابتة. نحكي للمريضة نسوي لك جلسة حقن دهون وفي المستقبل يمكن تحتاجي جلسة أخرى. صحيح. بما أنك دكتور تتحدث عن تماثل الشكل، هل تصغير الثدي في تماثل تام بالشكل؟ هلا بشكل عام بين الثديين كل الستات ما بكون الصدر اليمين زي الشمال، يعني ما بكون. نعم. في تماثل متطابق 100% بين الجهتين. نعم. ماشي. بشكل عام هذا التماثل بيتحسن مع عمليات تصغير الصدر، يعني الجراح الجيد بيعطي نتيجة متماثلة أكثر من الشكل الطبيعي دكتور. يعني أكثر من الحالة الطبيعية. ممكن تجر هذه العملية أثناء فترة المراهقة؟ أيوة، هاي العملية ممكن قبل الزواج والإنجاب. أوكي، يعني سؤال ممتاز. في حال حتى مثلا في امريكا حالات الجوفينايل جيجانتوماسيا اللي حكينا عنها، تضخم. نعم. الثدي عند المراهقات بسبب يعني بسبب الام ويعني بحد من النشاط الاجتماعي. صحيح. للبنت، فالقانون الامريكي حتى بيسمح باجراء هذه العمليه بسن 14 شرط موافقه الاهل. نعم. فنعم في حالات لازم تسوى، او انه ممكن تسوى العمليه على عمر صغير. لكن ممكن ياثر على الرضاعه دكتور. صحيح. نعم. هلا هاي العمليات فيها نسبه تقريبا 15-20% ممكن تاثر على الرضاعه في المستقبل. نعم. ولازم مريضه تعرف عن هذا الموضوع وتكون موافقه عليه. الى اي نسبه ممكن ياثر على الرضاعه؟ ممكن توصل 20%، لكن نقول 80% طبيعي تم الرضاعه. ايوه صحيح دكتور. سمعنا بحالات أجرت عملية تصغير الثدي لكن أثناء الرضاعة مثلا صار عندها مشاكل والتهابات داخل الثدي أدى إلى تكون أبسس لاحقا بسبب احتباس الحليب في داخل الثدي، هذا له علاقة بصغر تصغير الثدي ولا مشكلة أخرى مختلفة تماما عن هذه العملية غير مرتبطة بها؟ لا ممكن له علاقة. نعم. يعني مرات إحنا بسبب هذه العملية بنسوي تغيير على توزيع الغدة الحليبية. نعم. طيب وبنقص القنوات، بنقص بعض القنوات مش كل القنوات. نعم. فممكن يأثر. نعم. فلازم متابعة. إذا أنت شو نصيحتك يا دكتور ضياء؟ أوكي، على في جميع الأحوال يعني هاي العملية ما يسويها إلا اللي في حاجة ضرورية. نعم. بشكل عام نسبة حدوث هذول الشغلات أقل من ال، يعني احنا بنوازن الامور قديش بده يستفيد المريض من عمليه تصغير، المريضه من عمليه تصغير الثدي. صحيح. وبالمقارنه لو شو بصير لو تركنا لها بدون تصغير. نعم. فالفائده دائما في الحالات المناسبه اكثر بكثير عند اجراء هذه العمليه منه انه ما تسوي لها العمليه بسبب نسبه حدوث مشاكل زي هاي اللي هي قليله نوعا ما، يعني مش انه هاي الغير شائعه حالات فرديه يصير مشاكل. نعم. نعم دكتور. ما بعد العمليه دكتور في الام شديده متوقعه؟ هو يعني عكس المتوقع، هاي العملية بصراحة آلامها مش شديدة.
عكس تقليل هذا يعني انه ما في اعلام، بيكون في اعلام بس يعني محتمل محتمله، ومع المسكنات العاديه ممكن التحكم فيها بكل سهوله، وممكن تكون اقل ألما من باقي عمليات التجميليه الاخرى. هل ممكن مع المستقبل اذا زاد وزن المراه وهي كانت مجري عمليه تصغير الثدي ترجع مره ثانيه وتجري هذه العمليه؟ صعب مره صعب. واحده نعم. اذا ننتظر لحين إنه ثبات الوزن، أيوة، انتهاء عمليات الإنجاب، ثم نقرر. والممكن طبعاً هو بحكي لك الموضوع ميزان. هلا إذا في مثلاً بنت والله بدها تسوي عملية أو مخطط إنه ينزل وزنها وعندها مثلاً صدر كبير، نحكي لا استني لينزل وزنك، نعم، ويثبت نزول الوزن بعدين بتسوي العملية إذا لزمك. هلا إذا بنت والله بدها تتجوز وعندها مثلاً مشكلة إنه صدر كبير بالحجم، نعم، يعني احنا نحكي لها المعلومات عن العمليه وهي بتقرر. بس صراحه يعني كمان يعني موضوع مثلا السيده المتزوجه كذا الى اخره، ممكن عمليات الانجاب تستمر لعشر سنين، نعم، او اكثر، فبدها تضل هي تحاول تحصر المسافه دكتور بين الولادات. لا شوفي، اذا في مشكله يعني مسبب الام في الظهر في العنق، مسبب مشكله اجتماعيه للست، نعم، الافضل ان تجري العمليه. ماشي بصراحه صحيح. موضوع انه تاثير على الرضاعه ممكن، بس 20% و80% ممكن ما يتاثر، صحيح، وممكن الست كمان يعني اذا ما جربت الرضاعه ما بتعرف انه بعض الستات طبيعيه ما عندهم قدره على الرضاعه، سواء سووا عمليه وما غيروا، فما بنقدر نسيبها للعمليه. صحيح. صحيح. دكتور متى النتيجه النهائيه لهذه العمليه؟ هلا هدول العمليات كلها بتحتاج شهرين الى 3 شهور لتشوف النتيجه النهائيه. ممكن يصير في تحبس السوائل او تورم؟ طبعا طبعا بصير. وال ممكن تحطوا تيوبات دكتور درين؟ درين والله ممكن، ولكن بشكل عام استعمال الدرين او الانبوب التصريف قل كثير في عمليات الجراحه التجميليه الحديثه. وهو شوف عمليات التجميل هي ممتازه لما يتم اجراءها للشخص المناسب، صحيح، دائما نحاول ننصح ايش بيناسب المريض. كل شكر لك دكتور، الله يسلمك، انت دائما ما تقدم الدعم النفسي لمرضاك غير عن إجراءاتك الناجحة. كل شكر لك دكتور ضياء إحجازي، اختصاصي طب وجراحة التجميل والترميم. الله يبارك فيك. شكرا دكتور. أهلا فيك، أهلين.